قديش مرة سمعنا بالمودال فيربس، بس صار لازم تشوفها، لازم تعرف للماضي منها. will would shall should can could may might must have to have أو has to had to going to without to. هاي هي المودلز اللي بكرة إن شاء الله بس تصيروا توجيهي، راح تكون من أهم القواعد في الريبورتد سبيتش في التنسز especially future tense. أهلا وسهلا، اعرفوا لي الماضي منها مرة تانية وأخيرة. will would can could shall should may might. جو أكاديمي.